اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج لقاء خاص المذاع طيله ايام رمضان. برنامج لقاء خاص احنا طول رمضان هيكون معانا دايما نجم من نجوم نادي الزمالك ومن اساطير كمان نادي الزمالك اللي حضراتكم دايما بتحبوا ان انتم تشوفوهم وكانوا مؤثرين جدا في نادي الزمالك وهم عملوا اسم كبير جدا داخل النادي. ولكن لقاء خاص فكرته اكتر ان هو برنامج رمضاني، يعني احنا دايما لما بنستضيف نجومنا في العادي بنقعد نسألهم عن كرويا اكتر، لكن برنامج لقاء خاص احنا بنسألهم عن رمضان واجواءهم في رمضان وايه هي العادات وعاداتهم وتقاليدهم في رمضان. النهارده بقى منورني كابتن كبير جدا ونجم من نجوم كره اليد، وحقيقه كره اليد هي من الالعاب المهمه جدا داخل نادي الزمالك، هم ملوك الصالات. معانا النهارده اسطوره كبيره جدا واحد المؤثرين داخل نادي الزمالك في كره اليد. النهارده منورني كابتن محمود حسين نجم كره اليد. صاحب اليد الساحرة، ملك التصويبات، المقاتل، الدكتور، الفنان، ألقاب صاحبت رحلة واحد من أهم أساطير ملوك الصالات وكرة اليد الزملكاوية والمصرية. لطالما تغنت الجماهير باسمه، فنجمنا اليوم هو محمود حسين، رمز اللعبة في التسعينات ومطلع الألفية الثالثة. بدأ حياته في فريق الزمالك لكرة اليد ناشئا صغيرا حتى أنهى مسيرته أسطورة كبيرة، واكتشفه عز المطراوي وأصبح معه لاعبا في نادي الزمالك. وخلال رحلة طويلة مع ملوك الصالات حقق محمود حسين أكثر من 20 بطولة محلية وقارية، وتواجد على منصات التتويج سواء المصرية أو العربية أو الإفريقية، وتوج بطلا للدوري الممتاز 7 مرات، وفاز بالكأس المحلية 7 مرات أيضا، ونال دوري أبطال إفريقيا 3 مرات، وحاز كأس السوبر الإفريقي مرة، كما نال لقب بطل البطولة العربية مرة، وبجانب الزمالك تألق مع منتخب مصر وحقق إنجازات تاريخية لا تنسى صعدت به في مصافي أساطير اللعبة. فهو من أبناء الجيل الذهبي الفائز ببطولة كأس العالم للشباب عام 1993، وفاز بالمركز الرابع لبطولة كأس العالم عام 2001 للكبار، ونال لقب بطل كأس الأمم الإفريقية أكثر من مرة. لعب أساسيا في مركزي الظهير والجناح الأيمن، يداه اليسرى كانت ساحرة وصاحبة تصويبات قوية ونارية، وعرف عنه الروح القتالية داخل الملعب ورفض الهزيمة واللعب على المكسب لآخر ثانية. اعتزل اللعبة لاعبا ولكنه بقي رمزا كبيرا واسما عملاقا في مجال التحليل. منورنا يا كابتن. أنا سعيد بوجودي معاك، وكل سنة وأنتم طيبين. كل سنة وحضرتك طيب، ورمضان كريم عليك يا رب وعلى الأسرة كلها. عايزين نتكلم بقى عن رمضان، قولي بقى أجواءك إيه في رمضان؟ والله يعني شهر رمضان ده شهر جميل كله بركة، يعني زي كل المصريين، يعني دايما كل الناس تقول لك رمضان في مصر مختلف، يعني دي حقيقة. طبعا بطبع كان شغلنا في الهندبول واحنا صغيرين واحنا لعيبة، كنا ساعات بنأدي رمضان برا مصر في بطولات العالم، في بطولات أفريقيا، سواء بقى في دول أفريقية دول دولية، فرمضان بيبقى مختلف، لكن رمضان في مصر وسط العيلة بيبقى مختلف تماما. يعني طب وحضرتك بقى صغير كانت ايه بقى اكتر الحاجات، يعني كنت بتستنى شهر رمضان ولا كان بيبقى رمضان بالنسبه لك لا انا مش عايز رمضان انا هصوم انا مش عايز اصوم، او بتصوم مثلا لحد العصر وبعد كده ما بتبقاش قادر بقى تكمل اليوم؟ يعني فترات طبعا، لكن الحمد لله كنت دايما، ما فيش حد صغير او كبير ما بيحبش رمضان، سواء بقى بيصوم او بيصوم شويه او بيفطر من ورا اهله وهو صغير. كنت بتعمل كده كابتن؟ والله ساعات ما اقدرش يعني اقول لا، كنت وانا صغير كنت بلعب كوره مثلا لغايه الفجر، واخش اخد دش ولاقي نفسي عطشان فاشرب، تتسحر فاشرب، كنت صغير بقى فاشرب واطلع اقول لوالدتي ان انا صايم، يعني ما
انت عارف ان احنا اوقات مثلا احنا صغيرين فعلا كنا بنعمل كده، اللي هو ايه نشرب، وانا اعتبر ان الشرب ده مش انا مش فطران على فكره، انا شربت بس. كنت بتعمل كده؟ لكن بعد كده لا يعني كنت بعرف ان انا فاطر، بس يعني بعد كده خلاص يعني مع الوقت بقى والواحد بيكبر في السن، وفي نفس الوقت بعامل ده مع ابني دلوقتي يعني هو صغير اقول له لا ما تفطرش، احنا لا لازم تستحمل، ما تلعبش مثلا رياضه قبل الفجر، دايما الرياضه تتلعب ما بين العصر والمغرب قبل الفطار على طول لو عايز تلعب. لكن طبيعي، ما اقدرش اقول ان انا كنت ملتزم من صغري يعني، فدي حاجه طبيعيه يعني. طيب دلوقتي بقى في رمضان بتحب تدخل المطبخ؟ والله انا بطبيعتي بحب اخش المطبخ. ايه بقى الاكلات اللي انت فنان فيها؟ يحبوا كده العيله يتجمعوا يقولوا لا احنا رايحين النهارده عند الكابتن عشان ناكل الاكله دي من ايده. والله يعني يمكن انا عندي اخويا بيبقى عايش برا مصر كده في الخارجيه يعني، في منصب في الخارجيه، فدايما ولاده بيحبوا ان انا اعمل لهم مشويات يعني، اعمل لهم مشويات على الفحم، فيقولوا يعني اكل عم محمود ده لو جه، هم عايشين في بولندا يعني بس هم دلوقتي في مصر، لو جه بولندا هيبقى مليونير يعني. لان هم طبعا في اوروبا وفي الغرب ما عندهمش مثلا يعني ايه لحمه مشويه، كله جريلد بقى عادي يعني. فكان ليا صديق عزيز عليا يعني عبد الرحمن الكردي، علمني تتبيله حلوه قوي، ودي انا ببقى مشهور بيها يعني. يا كابتن في اكلات صعبه، المشويات برضو تتبيله، في اكلات تانية صعبه، وبعدين في رمضان هناكل مشويات بس. الاكلات الصعبه دي بقى يعني مراتي بقى والبنات هم اللي بيقوموا بيها، لكن انا يعني عادي يعني اي حاجه في المطبخ لما زوجتي تبقى تعبانه انا اقدر اقوم بيها يعني. فحتى بناتي مسميني الشيف محمود يعني. تحب تعمل سلطه؟ عملهم مكرونه. لا سلطه مكرونه طبعاً. بس ثواني، في فرق بقى بين انا بعمل مكرونه بالبشاميل وبعمل مكرونه عاديه؟ لا لا استحاله، ما اعرفش بصراحه يعني، لكن ممكن اعمل لهم سلطه، اعمل لهم مكرونه، اعمل اكل يعني، اعمل لحوم، فراخ، سمك. سمك مش بالتقل يعني، لكن اقدر ان انا اوفي طلباتهم بشكل كويس. هي معظم الرجاله تميل قوي في رمضان ان هي تعمل السلطه. دي حقيقه عندك. الحلويات انا بصراحه ما بحبهاش، بتخليك ايه بعد الفطار تاكل حلويات انت بجد مش قادر تقوم، انت لو جم ناس سرقوك هتفضل قاعد مكانك. نظامك ايه مع الحلويات في رمضان؟ والله انا بحب الحلويات جدا، بس بحاول في رمضان اقللها، بس صعب جدا يعني. صح؟ البيت المصري يعني صعب ان هو يمنع الحلويات في البيت. تحب القطايف والكنافه؟ ده اساسي يعني. تحبهم اكتر كلام معمولين في البيت ولا تحبهم اكتر جاهزين؟ والله من ده على ده يعني، من ده على ده يعني. انا بحب البسبوسه من ايد زوجتي اكتر يعني، ان هي بتعملها متميزه فيها، والكنافه في رمضان بقى بالمانجا من انصار الكنافه والمانجا يا كابتن. طبعا خلاص بقت بتحبها اصلا. انا بقول لك انا الحلويات ما عنديش اكتر من الحوادق. اكتر من الحوادق. اكتر من الحوادق يعني، انا عندي الحلويات والمشروبات حاجه اساسيه يعني، ويعني وليا وقع طبعا مع كباتن نادي الزمالك الروبي وحسن يسري وهتلر في موضوع المشروبات والحلويات. عايزين نعرف الوقع. انا سايبك تتكلم عشان اعرفها. هنحكي عنها يعني ان شاء الله يعني. احنا واحنا وانا كنت مدير المنتخب كده، طبعا انا زملكاوي يعني، فكنت بروح مع المدرب الاجنبي ان انا اشراف، بنتفرج على الفرق، الاهلي والزمالك وكل الفرق. فطبعا بعد ما بنخلص بروح بقى مع الروبي وحسن وزمايلنا واصحابنا في النادي، بسهر معاهم يعني في اسكندريه يعني. فقالوا لي ان احنا عملنا سباق يعني وانت مش موجود قبل ما تيجي بيوم، وايه ان مين يشرب مشروبات اكتر يعني بالحلويات فبنروح عند حد في اسكندريه كده بتاع مشويات وكلنا، وبعدين رحنا عملنا السباق يعني. عملتوا سباق مين اللي كسب؟ انا السباق يعني انا كسبت الحمد لله. مفيش كانت ايه المشروبات؟ ما عنديش اي مشروبات. اي يعني مشروبات؟ بتخش اي محل عصاير اطلب اي حاجه. في الواقع يعني مثلا هو في الاخر انا والروبي طبعا حسن يسري رجع، كابتن حمادة عباري قال لا مش هلعب، مش داخل المجال ده. مجدي ابو المجد قال لا انا منسحب. هتلر كان واقف على الباب قفلنا المحل وقلنا له ما حدش يخش يعني، والروبي كان بيطلب هو اللي هو عايزه. طلبته ايه وكان السباق على ايه؟ بيطلب لا احنا كان السباق اللي يعني اللي يخسر يدفع الحساب. اللي يخسر بس في الاخر يعني انا قلت له انا هدفع انا الحساب عشان ما فيش يعني ما فيش مراهنات والكلام ده يعني.
فكنا عصير مانجا، اسكندرية مشهورة بالسوداني بالشوكولاتة والحاجات دي، حاجات تقيلة. أيوة. أوريو، أي حاجة، موز باللبن. فهو كان بيطلب لي ميكسات ورا بعض تخلي نفسك تعوم، يعني تبقي مش قادرة تشربي. وانا بالنسبه لي ما عنديش مشكله يا كابتن، سكر ضغط بالكلام لغايه لما روي قال لي خلاص انا انسحبت، يعني قال لي مش هقدر اكمل. يعني ايه تاني مواقف كانت ما بينكم مشابهه؟ والله مواقف كتير يعني. طب في مواقف ما بينكم في رمضان اكتر؟ والله بقى مواقف رمضان ان احنا يعني مثلا بيعدي علينا رمضان ساعات بتبقى مواقف صعبه. يعني مره مثلا في منتخب مصر قضينا مثلا رمضان في مطار رومانيا واحنا محجوزين، او مثلا اعتقد كان صباح العيد، فكانت بتبقى علينا صعبه. ودايما رمضان بره يعني ايه بيبقى صعب. مثلا كنا مثلا بنبقى في افريقيا بطوله، مثلا في كوت ديفوار، في بنين دي طبعا دوله فقيره، الاكل فيها صعب، الحياه فيها صعبه. بتتصرفوا ازاي؟ والله احنا كنا دايما عارفه، دايما اللي يمكن الرياضيين عارفين لما يجي يسافروا افريقيا زمان بناخد اكل مصري معانا، بقى بيبقى في ستوك ما بين جبن بقى وتونه والحاجات دي كلها بنبقى موجودين معاها. بس طبعا رمضان بيبقى صعب علينا. وفي ايام بقى طبعا في العيد الكبير كنا بنبقى مثلا في ايسلندا نلاقي الشيف مثلا بيفاجئنا ان هو عامل لنا خروف ضاني مثلا في الغداء، ما يعرف ان احنا مسلمين وعندنا مثلا عيد كبير. فاجواء رمضان مع المنتخب ومع النادي بتبقى جميله، بس غير التواجد في مصر. يعني كان بتبقى صعبه شويه كمان في حته ان انتوا اكيد عطشانين، اعتقد طبعًا اصعب حاجه اصلا طبعًا في الصيام موضوع الميه. لو انتوا كمان عندكم بطوله او في لعب فبيبقى وفي صعب. طبعا وفي بيبقى ساعات بقى مثلا نلعب مباراه واحنا صايمين فنفطر واحنا صايمين فنخسر، فالمدرب طبعا يتخانق معانا، لا لازم نفطر، احنا على سفر، احنا في بطوله. في مواقف زي دي حصلت تحكيها لنا؟ افتكر انه مره حصل حاجه زي كده يعني، وفي والله هي يعني كان في بطوله افريقيا، بس البطوله دي احنا خسرناها للاسف. يعني كنا خسرنا اول ماتش، بس الخساره يعني عايز اوضح، الخساره مش من الصيام، الخساره ان احنا لعبنا الشوط الاولاني واحنا صايمين، والمغرب ادى واحنا بنلعب، فوقفنا المباراة، خدنا تايم اوت، وطلعنا كلنا شربنا عصاير ومية، فده عمل دروب. فإحنا كان المفروض ناخد حاجة بسيطة، ناخد تمر، ناخد حاجة سكرها مش عالي عشان الدنيا ما تبص، وبعدين بعد ما نخلص المباراة نكمل يعني. فده اللي عمل دروب معانا يعني. كان في مثلا مع منتخب مصر واحنا في السويد، كانت الـ 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 النهار بيطلع الساعة 8 الصبح، والمغرب الساعة 3 العصر. كان الوقت ضيق يعني، بيبقى الليل أكبر بكتير، فوقت الفطار في السويد كان قليل قوي، كانت الساعة 8 ولسه الدنيا مضلمة. فكنا بنلعب مثلا ماتشات مع تونس وفرق تقيلة، فكان بين الشوطين اخصائي العلاج مجهز حاجات بسيطه نشرب، وبعد ما نخلص خالص ونروح الفندق بيبقى الفطار جاهز بنفطر وهكذا يعني. طيب انت دلوقتي برضو عاداتك ايه بقى في رمضان؟ يعني بتفطر حاجات بسيطه ولا ما بتقدرش تستنى؟ يعني في ناس مثلا تاخد تمر تصلي المغرب مثلا بعد كده ترجع تاكل تاني، او تصلي التراويح ومش عارف ايه وبعد كده ترجع ايه تاكل، بس صبرت نفسها بثلاث تمرات او كده. عادتك ايه؟ ولا من الناس اللي لا انا هقعد اكل انا جعت طول اليوم؟ بصي ساعات، بس انا مش من انصار ان انا اكل بالليل. يعني مثلا ممكن اكل حاجه خفيفه، اصلي المغرب بعد كده اكل ما تقلش قوي، وانزل بقى صلاه العشاء والتراويح، وبعد كده ارجع ممكن اكل. يعني ايه الاكل اللي انت ضعيف قدامها؟ حتى لو عامل دايت قاسي، الايه لو قدامي في رمضان بقى غير رمضان انا مش هقدر امسك نفسي ولازم اكلها. والله يعني بحب المكرونه البشاميل جدا يعني. يعني انا ما غلطتش في الاول. المكرونه البشاميل بحبها جدا يعني، حتى لو ساعات بعمل دايت عشان معدلات السكر مع السن لازم تتظبط، فدايما بتخانق مع مراتي في الموضوع ده يعني، اقول لها لا زودي لي يعني، هي تحط كميات بسيطه تقول لي لا عشان تظبط الوزن والرجيم والسكر، اقول لها لا ما لو ما حطيتليش هنزل اكل بره. ما بعاقبك انت، لا تحطي لي الكميه اللي انا عايزها. هي طيبه يعني دايما بتتعامل معايا ما فيش مشاكل يعني. طب لو
العزومات في رمضان اول يوم بتبقى عازم ولا معزوم؟ بينه وبين احنا دايما كاخوات بنحب نتجمع مع بعض يعني. والدتي الله يرحمها كنا دايما بنتجمع عندها وفي الوقت ده برضو هي بقى لها مثلا سنه وشويه وكم شهر يعني هنتجمع في بيتها برضو ان شاء الله يعني. تتجمعوا في بيتها عاده كل رمضان ان انتوا تتجمعوا كلنا؟ طب بما انكم بقى بتتجمعوا في بيت واحد مين بقى اللي بيبقى عليه العزومه يعني؟ ولا انتوا كل حد بيجيب كلنا حاجه؟ كلنا كاخوات يعني ما بنشغلش بالنا يعني. يعني اخويا الكبير قاعد في بيت ماما دلوقتي فبنروح له وكلنا بقى ما اقول له انا هجيب اللحم يقول لي انا هجيب الفاكهه انا هجيب كذا هجيب كذا يعني. احنا كاخوات علاقتنا ببعض حلوه جدا وما بنشغلش بالنا بالموضوع ده يعني. فبتحبوا بقى اول يوم رمضان ده بتاكلوا ايه بقى؟ بيبقوا عارفين بقى الكابتن بيحب ياكل؟ بنحدد. بتتشرط يا كابتن شكرا؟ إيه؟ لا والله خالص خالص يعني. عايز اقول لك الرياضيين دايما بياكل اي حاجه عشان بطبيعته بينزل في 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 بيئات كتير وفنادق كتير فدايما ملوش حاجه مميزه. يعني كان دايما الله يرحمه كابتن جمال شمس يقول لنا كلمه لغايه دلوقتي راسخه يعني جوانا: الرياضي لا يتذوق. يعني كنا ناكل نطلب من الجرسون مثلا ملح يقول لك لا مفيش رجع. فهو ما كانش بيقصوا علينا لكن كان عايزك ما هتروح في بيئه لا هتلاقي ملح ولا هتلاقي اي حاجه تاكل اي حاجه. يعني الرياضي لا يتذوق فعلا. فدي فرقت معانا مع طبعا في اوقات كتيره كنا مثلا بننام في المطارات على الارض على البلاط في السقعه في روسيا ساعات كان في فترات في التاشيرات في مشاكل بيننا وبين روسيا فكانوا يسجنونا في فندق بس فندق نظيف ما فيش حركه فكنا متعودين دايما ناكل اي حاجه ونشرب اي حاجه وده فعلا بيفرق معانا حتى في واحنا دلوقتي يعني. في ناس مثلا تقول لك ما اعرفش انام الا في بيتي. لا احنا رياضيين تلاقيه من كتر السفر والنوم في الفنادق والنوم في المعسكرات بيبقى متاقلم عن الشخص العادي. يا كابتن بس الاكل ده متعه برضه يعني. والله احنا يعني انا الحمد لله بحب كل حاجه ما عدا حاجات معينه يعني. سفره رمضان بتحب انت يبقى عليها ايه؟ والله لو في سفره انت هتختارها. بنحب زي اي مصري بيحب الفته بنحب البط بنحب الحمام بنحب اللحوم فراخ كل حاجه يعني الحمد لله. فبنقعد نين طبعا احنا في البيت عندنا الاولاد بيحبوا الاكل الصيني كل حاجه الحمد لله. بمناسبه الاكل الصيني طيب فلنفترض ان هم جم قالوا في يوم لحضرتك احنا هنفطر النهارده السوشي هيبقى رد فعلك ايه؟ ما بنحبوش قوي. لا ما بنحبوش قوي يعني. عندي اخويا ومراته من العيشه بره بيحبوه ايوه ولادهم بس انا ما بحبش السوشي قوي. بنحب الاكل الصيني اللي هو بالصوصات بتاعته مع الرز بتاعه. لا ما بحبش السوشي. لا شعورك ايه كده ولمه العيله والاولاد والاخوات تبقى احساسك ايه يومها؟ والله بيبقى يوم جميل جدا وسعيد. بنبقى مثلا ممكن نبقى اكتر من 15 20 واحد وبنبقى فرحانين ان احنا مش عايزين اليوم يخلص يعني. وبعد ما بيخلص كمان بنقعد نتكلم ونحكي عنه. التجمع الاسري بتبقى حاجه جميله جدا وبتخرجنا عن مود بقى شغلنا بقى غير الرياضه وعن اوقات الرياضه بتبقى مختلفه طبعا. طيب رمضان زمان ورمضان دلوقتي رايك مش رايك ايه بس كانت اجواءك اختلفت قد ايه؟ والله رمضان زمان كان حاجه جميله يعني. رمضان الزينه والناس وانا طبعا نشات في منطقه شعبيه في وسط البلد في العتبه فعارف يعني ايه بقى الحواري بتاعت وسط البلد وتلاقي بقى طبعا اصوات اذاعه القران الكريم المميزه الشيخ محمد رفعت الشيخ عبد الباسط النقشبندي نصر الدين طوبار تسمعي الحاجات دي تسمعي قران المغرب يعني. حتى لغايه دلوقتي الشيخ محمد رفعت لما نسمعه في اذاعه القران الكريم قبل المغرب هو الـ 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 الاجواء دي بتحسسنا بشهر رمضان. الزينة كنا نقعد قدام التلفزيون زمان بقى ما كانش فيه شاشات ولا الكلام ده التلفزيون الصغير الابيض واسود ونستنى ما بين المغرب والعشاء او بعد العشاء
دار الإفتاء تعلن إن شهر رمضان بكرة، فنجري نجيب الزبادي والفول والعيش وإحنا صغيرين ونستعد للأجواء، ونقعد نساعد بقى الحاجة الله يرحمها بقى في البيت، ونقعد نتعلم القطايف والسوداني والحاجات دي، فأجواء جميلة، ونقعد نلعب كورة بقى مع أصحابنا يعني. وإحنا صغيرين رمضان كان جميل. يمكن إحنا دلوقتي في تطور عموما في الحياة، والحياة بقت أسرع، والمسؤوليات وانتقلنا من مكان لمكان، ما بقناش يعني دايما إحنا بنروح للمناطق، تلاقي مثلا طب الناس نخرج فين، يقولك تعالى نروح الحسين، تعالى ننزل السيدة، تعالى نروح هنا، تعالى نروح هنا، نحس بريحة مصر القديمة يعني. فالامور مختلفه شويه، لكن رمضان هو رمضان يعني. ما ماشي كابتن، هنكمل طبعا كلام مع حضرتك، لكن هنطلع فاصل قصير ونرجع ونستكمل احاديثنا عن شهر رمضان الكريم. زمالك التسعينات، زمالك ناري، زمالك مرعب، زمالك الأحلام في عقد التسعينات. كان الزمالك ملك الصالات الأول في كرة اليد، امتلك فريق أحلام غير عادي، فريق أحلام قدم العروض الجميلة وحصد كل الألقاب المحلية والإفريقية. أهم ما يميز هذا الجيل وجود عناصر الخبرة مع لاعبين شباب على نفس المستوى. جيل التسعينات الذي ينتمي له محمود حسين ضيف حلقتنا اليوم كان جيلا مرعبا بكل المقاييس. في المرمى هناك حارسين على أعلى مستوى، أيمن صلاح وحماد الروبي، كلاهما تحول إلى أسطورة مع نهاية مشواره، وضم في الخط الخلفي أساطير التصويبات النارية مثل محمود حسين وحسام غريب وأحمد العطار، وانضم لهم لاحقا الصاعد الواعد حسين زكي، ولعب هذا الجيل لسنوات طويلة في الزمالك، فكان الانتماء هو كلمة السر دائما. لا يطلب لاعبا منهم ميزة شخصية يوما ما، فقط العمل لصالح الفريق وحصد الألقاب وتحقيق الانتصار. طبعا زي ما شفنا في التقرير قد ايه كابتن محمود كان من الجيل المؤثر وجيل ذهبي او ذهبي في عالم كرة اليد. حقيقة كابتن حضرتك كنت من المؤثرين جدا 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 في هذا الجيل. والله انا مشرف ليا طبعا ان انا اطلع من مدرسه نادي الزمالك واتربى فيها كرة اليد، مدرسه كبيره وجيل محترم اتربينا على ايديه، وفي قبلينا اجيال كبيره يعني طول عمر نادي الزمالك من ايام الدكتور كمال درويش وكابتن حسن صقر، هم اسود افريقيا يعني، واحنا كملنا المدرسه دي، والحمد لله يمكن حتى الان مدرسه الزمالك مدرسه كبيره وعريقه في كره اليد يعني. ازاي كنت لعبت كره يد في نادي الزمالك؟ والله انا كنت في مركز شباب صغير كده في وسط البلد، لعبت اسبوع واحد كره يد، وكان من حسن حظي وجود قالوا ان نادي الزمالك جاي يلعب عندنا يعني. فكنت فرحان جدا، انا احنا يعني مولود في اسره زملكاويه، والدي والدتي الله يرحمهم زملكاويه، كلنا ما عندناش حد بيشجع الاهلي يعني. فكان الجيل اللي جاي كابتن باسم السبكي اللي هو جيل مواليد 68، فكان باسم السبكي زمان مشهور بقوته وقوه صداته، وكان جم عملوا مباراه مرعبه في المركز الشباب ده يعني. فبين الشوطين نزلت كده شوت كوره كده في باسم جت بين رجله، فنده لي كابتن عز المطراوي قال لي تحب تلعب في نادي الزمالك؟ قلت له مين ما يحبش؟ فقال لي طب تعالى لي يوم كذا الساعه كذا هتقابل دكتور فتحي صادق، كان كابتن فتحي هو دكتور دلوقتي، كابتن فتحي صادق هيتلعب في فرقته يعني. فما كنتش مصدق يعني، ما إنسان بسيط من أسرة بسيطة وزملكاوي هروح نادي الزمالك، ما بقيتش بنام يعني. هذه النقطة لغاية بقى ما رحت ودخلت بقى في نادي الزمالك واحدة واحدة ومع كابتن فتحي، وانقطعت سنة عن اللعب في نادي الزمالك، وبعدين والدتي الله يرحمها
قالت لي يا ابني يلا روح النادي، وبدل ما انت بتلعب كده في الشارع والنادي حاجة كويسة. فرجعت تاني بعد فترة، ومنها بقى كانت الانطلاقة بتاعتي بقى في نادي الزمالك. يعني مين مثلك الأعلى في كرة اليد؟ والله يكون من الواحد في كرة اليد كان بيحب ناس كتير، لكن طبعا كان في المركز بتاعي كنت ببقى سعيد وانا بتفرج على كابتن عبد الرحمن البوهي باك رايت. كان ليه ستايل جميل كده، كان يطلع ويطير في الهواء ويفضل معلق رجله شويه ويحط الكره في الجون. وطبعا وكنت من المغرمين بالكابتن حسام غريب، يعني كنت لسه في ناشئين الزمالك وبروح اتفرج في المدرجات، وكان هو بيسموه اسد نادي الزمالك يعني. كان يعني ما شاء الله في العمليات الخاصه في الامن المركزي، فبادي بيلدينج كبير. فكنت بروح اتفرج عليه وعلى ايمن صلاح وكابتن عمرو صلاح ونجوم كتير وكابتن هشام نصر، مجموعه كبيره. وما كنتش اتخيل في يوم من الايام ان انا هبقى جنبيهم في الملعب او العب معاهم في الملعب. كنت اتفرج على اللعيبه دي واقول يعني بيلعبوا هاندبول جامد قوي واحنا لسه صغيرين في الجيل بتاعنا يعني. كنت ما تخيل، كنت بتقول مثلا ما تخيلش ان انا ابقى نجم كبير كده زيهم؟ خالص خالص يعني. فضلت فتره كده العب حتى لما جالي استاد على المنتخب مصر مواليد 68 اللي هو اكبر مني باربع سنين. بس ده الفريق الاحتياطي بتاع 68، كان منتخب 68 عنده بطوله افريقيا. والمستبعدين قالوا هيتجمعوا ويعملوا يجيبوا بقى اللعيبه الكويسه في مواليد 70 و72 يعملوا فرقه كده يتمرنوا يعني. فلما جالي كابتن حماده عبد الباري الله يمسيه بالخير بيقول لي انت جالك جواب استدعاء لمنتخب مصر يعني مواليد 68، قلت له انا انت متاكد كاتبين كده محمود حسين؟ فقال لي ايوه يا ابني انت مش مصدق وانت لعيب كويس يعني. فابتديت اروح واتدرب والواحد الحمد لله يكبر في المنتخب ويكبر في النادي، وابتدينا بالعرق والمجهود والعطاء وأسرة برضو النادي أسرة كبيرة. بيبقى بنمر في حياتنا بمشاكل كتير جوه النادي وعقبات كتير، لكن مدرسة الزمالك دايما بتحتضن الصغير، ويعني حسام وأيمن كانوا محتضنين الواحد جدا وهو طالع من تحت، مع طبعا ناس تانيين كابتن مدحت البلتاجي كابتن هشام ناس كتير يعني عشان الواحد ما ينساش أسامي. فكانت بتفرق معانا جامد يعني، لغاية ما ابتدت بقى الانطلاقة بتاعتنا الفعلية بقى في كاس العالم 93 للشباب في مصر، وتتوالى بقى بعد كده بمناسبة انضمام حضرتك للمنتخب الوطني. ايه اغلى بطولة على قلبك انت شايف ان انت قدرت ان انت تحققها مع المنتخب، ومنها احسن لقب كان مرضي بالنسبة لك او كنت مبسوط بيه ان الجماهير طلعته على حضرتك او اطلقته على حضرتك؟ والله بالنسبة لي انا يعني افضل نتيجة في حياتي هي ان انا خدت كاس العالم للشباب. وده يعني حاجة تشرفت انا بيها ان انا ابقى من اسعد الاجيال اللي خدت كاس العالم للشباب. وان انا الحمد لله ليا جون مسجل في جينس ريكورد، اول لاعب في العالم جبت جون بظهري في البطوله دي. ويمكن فاكر تصريح ايرفين لانس رئيس الاتحاد الدولي، قال ان انا شفت جون من لاعب مصر يسجل في الاساطير يعني. فدي حاجه اسعدتني جدا يعني، وكنت دايما ببقى سعيد بلقب الدبابه البشريه يعني، كانت دايما بتسعدني. لكن طبعا السعادة الأكتر إن أنت تعيشي أجيال مع جيل كبير من الانتصارات يعني، لأن بعد 93 جت بقى الانتصارات. بعد كده هي كرة اليد من سنة 90 ابتدت في الكيرف بتاعها يعلى وترجع لوضعها الطبيعي لغاية 2001 من رابع العالم يعني للفريق الأول. طيب كابتن، الجون اللي أنت جبته او احرزته بظهرك، شايف ان هو مثلا ده الجول او الهدف اللي حولك لبطل كبير، ولا ايه الموقف اللي حولك لنجم كبير او بطل كبير؟ لا والله لا، هو يعني انا يمكن انا اتسالت من صحفي بعد المباراه هل انت كنت مخطط للهدف ده؟ فكنت صادق في الرد، قلت له لا بصراحه انا ما يعني انا استلمت الكوره على الدايره ومش عارف الف. فاللعيب السويدي مسكني جامد فرحت عاملها كده،
فجت في الجون رحت جاري. فيعني ما حبيتش ان انا يعني اعمل من نفسي بطل ان انا يعني اقول انا فكرت او عملت. فدي كانت بالنسبه لي بشوف حل يعني. لكن احنا الحمد لله كنا جيل 93، كنا جيل قوي يعني. الحمد لله كان دربنا عليه كابتن جمال شمس الله يرحمه في منتخب مصر، وكنا فرقه تقيله. لكن انا شايف الانطلاقه الحقيقيه كانت في كاس في اتلانتا 96، اولمبياد اتلانتا 96. هي دي بدايه النجوميه الحقيقيه، وان انا طلعت الفريق الاول وابتدات اخد الثقل بتاعي كلاعب، وان انا كنت لسه لاعب صغير طالع. والحمد لله كنت سبب على الفوز في المانيا انا وكابتن جوهر نبيل كابتن النادي الاهلي، وكان طبعا كباتننا الكبار العطار، سامح عبد الوارث، حسام غريب، ايمن صح، كل دول كان عليهم مان بريس في المباراه. وانا وجوهر جبنا المباراه الحمد لله يعني. الحمد لله. هو احرز هدفين وانا هدفين، فكانت ابتدينا الانطلاقه بقى من بعديها يعني الحمد لله، وبدايه النجوميه. طبعا في 93 نجوميه الشباب، بس دايما الرياضيين عارفين المستوى الفني على مستوى الشباب مختلف عن الفريق الاول. ان انت تطلع الفريق الاول وتثبت اقدامك وتثبت اقدامك في الدرجه الاولى دي حاجه مختلفه يعني. اول يوم مع الفريق الاول، وصف لي شعورك كانك الموقف لسه حاصل حالا من وانا بسالك. والله انا كنت من كام يوم كده قبل رمضان يعني قاعد مع الكابتن عمرو صلاح كابتن نادي الزمالك ومنتخب مصر، فبيحكي لي يعني اليوم الاول اللي طلعت فيه الفريق الاول يعني في نادي الزمالك يعني. فبيقول لي يعني فاكر يا محمود يعني منتخب اول يوم ليك في الفريق الاول؟ طبعا لما صعدت مع فرقه الزمالك كانت فرقه تقيله، فرقه مرعبه يعني. كان بالنسبه لي بفكر مثلا زي واحد زي ايمن صلاح ده انا هجيب في جون. انا لسه لعيب ناشئ. فطبعا قعدوني في الاوضه بتاعت كابتن هشام نصر وكابتن عمرو صلاح، هم كباتن الفرقه يعني. في عرف في الرياضه ان الصغير هو بقى اللي بيطلع يغسل الهدوم ويلم الكور ويعمل كل حاجه يعني. فانا اول يوم بالنسبه لي نمت على مرتبه في الارض. فيعني وبعديها رحت في يعني التجمع اللي بعده رحت مع كابتن خالد المصري وكابتن حسام عصمت في فندق عرفه في طنطا، ونمت على السرير الكبير. وانا ما اعرفش ان القانون ان الصغير المفروض يعني ما ينامش على السرير الكبير يعني. فخالد المصري الله يمسيه بالخير يعني زعق لي وقال لي ولا انت تنام على السرير الكبير، امشي على الارض. فساعتها كابتن حسام عصمت قال له بالراحه على الولد يا مصري يعني ده لسه صغير يعني. ونايموني على السرير السوست، عارف الفنادق فيها سريرين ثابتين وسرير سوست. لكن دي كانت رولز، ولكن بصراحه كانوا كباتن كلهم محترمين وبيحتضنوا اللعيب ويديك خبراته ويدعمك ويقول لك شد حيلك. فدي يعني من ذكريات اول يوم يعني في نادي الزمالك مع الفريق الاول. من كلام حضرتك كده اكيد في خبرات كتير اكتسبتها، ايه ابرز الخبرات او الحاجات اللي انت اتعلمتها في خلال رحلتك وبالذات في بدايتك؟ انت في البدايه دايما اي حد بيحاول دايما ان هو يتكيف على الوضع الجديد، بيحاول ان هو يكتسب خبرات، بيحاول ان هو كمان يتعامل بذكاء. والله يعني هو الرياضة عموما محتاجة صبر ومحتاجة مجهود ومحتاجة عقلية تقدر تفكر بهدوء، محتاجة ان انت تستوعبي كل حاجة بشكل كويس. احنا واحنا صغيرين الواحد لما بيكبر بيحس انه كان عنده اخطاء كتيرة قوي، يعني عشان كده دايما بيقولك الفرقة هي عبارة عن مزيج من الشباب ومزيج من الخبرة. ما ينفعش فرقة تبقى كلها شباب وفرقة أو فرقة كلها خبرة. لو فرقة كلها خبرة مش هيبقى عندها سرعة، مش هيبقى عندها أداء عالي. فالمزيج بين الشباب والخبرة بيفرق جامد. فالواحد تعلم حاجات كتير يعني جدا. الرياضة أولا منعت الواحد من هو يمشي مع أي حد مش كويس، حافظت على صحة الإنسان. وكمان اللعب دولي غير اللعب محلي، بس ما تبقى لاعب محلي ولاعب دولي ولاعب افريقي ولاعب اولمبي، الامور بتختلف تماما، رؤيتك معاملتك
تفكيرك هتعمل ايه، ادائك، روحك. ومدرسه الزمالك فعلا مدرسه كبيره جدا جدا في كره اليد يعني، وبتبث فيك الروح حتى في فترات في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في, في طريق النجاح بيحصل لك دروبات. فبتلاقي كباتن الفرقه هي دي بقى الخبره اللي بتشيلك وتسندك، ويلا شد حيلك، انت لعيب كويس، انت هتجيب الماتش، وانت تبقى اصلا سيء جدا وادائك وحش، لكن هو لازم يدعمك ويقف جنبك. النفسيه بتفرق يعني، لما طبعًا حد يجي يدعمك وانت بتبقى مثلا عندك يعني دروب شويه او مضغوط بشكل ما، فالنفسيه في الوقت ده ممكن طبعًا تفرق. طبعا طبعا. وفي نفس الوقت ساعات بيجي لنا انتكاسات، بيجي في وقت الواحد في بداياته بقى. بتخرجوا منها ازاي الانتكاسات؟ والله لازم يبقى عندك روح وعزيمه ان انت تأدي. يعني النهارده مثلا بنلعب وخسرنا من الاهلي، الموضوع ده بيعمل لنا انتكاسه نفسيه كبيره جدا، نبقى كل واحد مروح بيته منكسر، مباراه خلاص هو خد بونت واحنا داخلين على نهائيات البطوله، فلو ما قمناش فده طبعا بيبقى ساعتها بيبقى دور الجهاز الفني والجهاز المعوي اللي هو التأهيل النفسي قبل التأهيل البدني والفني، ان هو وفي نفس الوقت بيبقى فيه بقى فيديو، بيبقى فيه حديث عن المشاكل، الاخطاء، انت تسرعت في دي، لا انا عايزك تظبط، انت عندك امكانيات، انت عندك كذا، وكلنا مرينا بالموضوع ده يعني. كان انا الحمد لله في سنه من السنين اللي هي تقريبا كان الفيديو بيتذاع، التقرير اللي كان بيتذاع الاخير ده اللي هو جيل العظماء في الزمالك، ده كان السنه اللي خدنا فيها الدوري، كان الدكتور كمال درويش هو رئيس النادي ساعتها، وانا فاكر ان انا كان مستواي نازل جدا يعني، وفي نفس الوقت مش عارف، عنديش سبب، مش عارف العب، بضيع كتير، فقعدت اتمرن جامد اتمرن جامد اتمرن جامد لغايه ما الحمد لله كنت سبب رئيسي في مباراه الاهلي ان انا جبت الدوري لنادي الزمالك يعني، بس موتت نفسي. ريمونتادا. لا هو موتت نفسي عشان ارجع لمستواي. احنا من بدايه المباراه كنا كسبانين الاهلي يعني. فكان ساعتها الله يرحمه دكتور ممدوح هاشم هو المدير الفني، فانا في الماتش ده كنت بطير من على الارض يعني، كنت بطير وبميل وبنزل على جنبي وجنبي ورم يعني، كنت مضحي بكل حاجه عشان اكسب البطوله وفي نفس الوقت ارجع مستوايا، ان انا كلاعب من اعمده نادي الزمالك ومنتخب مصر ما ينفعش يبقى مستوايا وحش يعني. فيمكن الحمد لله خلصت المباراه بشكل جميل جدا، وبكيت كتير بعد المباراه، والدي الله يرحمه كان حاسس بيا، كان والدتي تقول لي ابوك زعلان، عمال يقول محمود مش في مستواه، محمود زعلان، وهو كان طيب وحنين الله يرحمه يعني. فبعد المباراه الحمد لله يعني خدوني من الاتوبيس على يعني، ما نزلتش على الارض، الجمهور خدني على اكتافه لغايه اوضه دكتور كمال درويش بتاع مجلس الاداره. فدي من الحاجات اللي كانت كبوه كبيره برضو في حياتي في الرياضه، وقمت منها وكملت الحمد لله، وكملنا بعد كده يعني. تمام يا كابتن، استاذنك هنطلع فاصل قصير ونرجع نستكمل كلامنا معاك كابتن. ورجعنا لكم مرة تانية في لقاء خاص مع كابتن محمود حسين نجم كرة اليد السابق، ولكن خلونا دلوقتي نستقبل تليفون من دكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير. كل سنة وحضرتك طيب. كل عام وانت بخير، وان شاء الله كده رمضان كريم. كل سنة وانت طيب يا دكتور. وعلى الأمة الإسلامية كلها بإذن الله. يا رب، وعلى حضرتك يا رب، ودايما يا رب في صحة طيبة يا رب دايما. الله يخليك. النهاردة منورني يا كابتن محمود حسين، ويعني شوف حضرتك حابب الأول تقول له إيه. عاوز أقول له كل سنة وأنت طيب وحضرتك بخير، وأنا سعيد بيكم جميعا أبنائي أبناء كرة اليد نادي الزمالك على المستويات العالمية اللي وصلتوا لها، وان هذا النهج استمر طوال هذه المده الطويله، ده بلا شك مكسب كبير جدا لنادي الزمالك والكرة اليد المصريه والبطولات العالميه، وده مجهودكم واستمراركم في اداء اللي احنا كلنا بيشرفنا.
كل سنة وحضرتك طيب يا دكتور، وأنا تشرفت إن أنا أكون ابن من أبنائك وتربيت على إيد حضرتك في نادي الزمالك وفي كلية التربية الرياضية، وليا الشرف إن أنت تبقى كبيري ومعلمي في كرة اليد. حضرتك دكتور محترم وأخ كبير لينا، وكنت دايما حائط الصد بتاعنا في الماتشات والمباريات، وحتى لو كنا احنا اللي بنخسر المباراة كنت بتقعد في وسط النادي وتقول انا اللي خسرت. فاحنا بنبقى بنتشرف بيك وسعداء بيك، وانت ما شاء الله ربيت اجيال كبيرة، مش انا بس ولا الجيل بتاعي، مجموعة من الاجيال كلنا بنتشرف بحضرتك وسعداء ان انت كبرنا ومعلمنا كلنا في كرة اليد. يا رب وربنا يديك الصحة والعافية وتفضل معانا وجنبنا، ورمضان مبارك عليك وعلى كل اسرتك يا دكتور. لا محمود، انا اللي بشكرك يعني على سلوككم وادائكم، وانتوا طبعا كره اليد كاسره احنا بنحاول نحافظ عليها يعني طوال من بدايه طبعا 1971 حتى الان، واحنا الحمد لله اسره رياضيه جميله بإنجازات، بوصول المجموعة الأولى لمراكز وتولوا وزارات وأقسام وكليات. فأنا أكثر الناس سعادة بكل إنجاز أنتم بتحققوه، وده الحقيقة رسالة التدريب ده رسالة تربوية كبيرة، والمحافظة عليها دي عاوزة جهد كبير. وطبعا كل ما الواحد بيشوف واحد منكم ناجح وربنا وفقه سواء في التدريب سواء في التخصص بتاعه، ده بيشعرني بالفخر وبيأكد ان الرياضه هي اسلوب حياه، وان ارتفاع المستوى فيها بلا شك يؤثر بشكل كبير جدا على رفع اسم مصر عاليا باذن الله. طيب دكتور كمال، يعني لو تقول لي كده ذكريات حضرتك مع كابتن محمود. يعني هم الحقيقه في كره اليد كان في يعني نوع من التاسيس المستمر او نقدر نقول عليه مدرسه تدريب تربويه. وانا طبعا عرفت محمود وهو تحت 14 سنه، وكنت بنزل انا ادرب ايضا في 14 سنه مع الكابتن بتاعهم الاساسي رحمه الله عليه اللي هو الكابتن محمد صفوت. وكانت كره اليد عباره عن اسره مش رياضيه، ده اسره رياضيه اجتماعيه ثقافيه، وكنا بنحافظ على بعض. وزي ما كابتن محمود بيقول يعني ان يمكن انا لما كان بيحصل طبعا احنا في مكسب وفي خساره بس حجم الانجازات بيبقى اكبر، لكن بيحصل ايضا اخفاقات، فالاخفاقات كانت بتبقى مسؤوليه. يعني حتى لما توليت رئاسه نادي الزمالك كانت كره اليد برضه متسيده سواء افريقيا او عربيا او في المنتخب، معظم نجوم الزمالك اعضاء في المنتخب، وهذا الجيل حقق بطوله العالم للشباب سنه 91، يعني حاجة مشرفة جدا للرياضة المصرية بشكل عام والكرة اليد بشكل خاص. فأنا بتصور إن محمود من الكوادر اللي كمان تخصصت، يعني دخل في كلية التربية الرياضية، وأنا طبعا كان ليا الشرف إن أنا كنت عميد لهذه الكلية في هذه الفترة، وكان يعني من اللاعبين المتميزين اللي كانوا بيخدموا البلد سواء في المنتخب او في سواء في منتخب الجامعه او طبعا النادي، وبيتمتع، ودي مش حاجه يعني فيها نوع من المبالغه، بيتمتع بخلق قويم وبيتمتع كمان بروح رياضيه عاليه جدا، وكان من الكباتن في سنه اللي بيحتضن اللاعبين وبيشد من اجرهم، ومن اول اللاعبين اللي صعدوا للفريق الكبير او الفريق الاول. صحيح. فأنا طبعا يعني دي ذكريات كلها الحمد لله مع أسرة كرة اليد ذكريات جميلة وسعيدة، وأنا كنت أسعد الناس بيهم كل ما بيرتقوا كل ما بيعلوا مكانتهم
في الرياضة وفي أعمالهم أيضا الخاصة، لأن مش الكل كمل في مجال التدريب أو في اللعب، لكن بعضهم كمل في الناحية العلمية وأنجزوا كثير من المهام اللي أسندت اليوم، سواء في الوظيفة أو سواء في كرة اليد. طبعا يا دكتور، يعني احنا يعني مبسوطين جدا جدا من كلام حضرتك، وحقيقي كلام مؤثر جدا جدا جدا. تمنيت يعني لو كنت يعني عاصرت هذه الفترة في حياتي الحقيقة. عايز اسأل بقى حضرتك يا دكتور عن رمضان، طبعا كل سنة طيب زي ما قلنا، اجواء حضرتك بقى ايه في رمضان، وايه العادات بتاعت حضرتك ولمة الاسرة واحفاد حضرتك؟ طبعا قد ايه رمضان بيبقى شهر مهم قوي لحضرتك بالنسبة للاجواء الرمضانية؟ والله بص، شهر رمضان ميزته الكبيرة طبعا انه شهر التقرب الى الله سبحانه وتعالى، شهر العبادة، شهر تجميع الاسرة في توقيت واحد على الأقل في هذا الشهر الفضيل. كمان الشهر بيتسم في مصر بأقارب أسري بيحدث، وبعدين أيضا كمان تقارب من ناحية الزملاء والأصدقاء، بيبقى في إفطار جماعي في طبعا كل بقى المؤسسات أو على حسب الواحد وسنه زي ما بنقول، يعني فترة من الفترات كانت تبقى مع الرياضيين، فصل المفترض مع الرياضيين المعتزلين أو مع الشخصيات العامة أو في الهيئات العامة، يعني على حسب طبعا السن وعلى حسب المرحلة اللي الواحد بيمر بها. لكن هو شهر عظيم ومبارك، وشهر الإنسان بيكثر من التعبد وتأكيد الانتماء للديانة وللبلد، وده كله طبعا بيكرر مرة واحدة نهاية. فصار الإنسان بيعيش أسريا واجتماعيا في أحلى الأيام، وربنا يوصلنا لهذا الشهر إن شاء الله ونعيشه ونستكمل به الشهر، وفي نفس الوقت أيضا بنتمنى أن احنا نخرج منه إن شاء الله سالمين غانمين مقبول دعواتنا يا رب ان شاء الله. طبعا شهر فضيل وشهر فيه طبعا نزول القران للقدر، ربنا يعني يجعلها من نصيبنا كلنا، وتبقى فرصه للالتجاء الى ربنا سبحانه وتعالى بالغفران وبالرحمه، سواء للاصدقاء وللاصدقاء اللي توفاهم الله واسترد بيهم حياتهم، استرد بيه ارواحهم، واللي بلا شك احنا كلنا بنجعلهم بالرحمه والغفران، وبنقول يا رب في هذا الشهر الفضيل يا رب انك انت يا رب ربنا يعني انك تدينا العمر والصحه والستر، ربنا يطول في عمر حضرتك جميعا، وتنصر مصر القويه بفخامه الرئيس السيسي، يحقق لمصر فعلا دولة مصرية حديثة نباهي بها الأحصان والبلاد. تعليقك ايه اخيرا؟ والله يا دكتور انا سعيد بمكالمة حضرتك، وحضرتك تاريخ ورمز كرة اليد ورمز لكل الأجيال، مش كرة اليد بس، حضرتك ربيت أجيال تانية كتير غير كرة اليد بصفة وجود حضرتك على رأس كلية التربية الرياضية، وأنا سعيد وبتشرف دايما بحضرتك، و وحضرتك ليك سبق في الاجيال دي كلها، وانا تشرفت ان انا اكون واحد من ابنائك، واتمنى ليك الصحه والستر والعافيه، وتفضل دايما بصحه وعافيه، وكل سنه وحضرتك طيب يا دكتور كمال. وانت طيب يا كابتن محمود، وان شاء الله يعني قناه الزمالك تبقى تستمر وتعمل برامج فعلا مفيده تفيد الشباب وتفيد ابناء الاسره الزملكاويه في مصر وفي العالم العربي وفي العالم كله. بنشكرك جدا. لان انا في اثناء فترتي في الرئاسه في الحقيقه لقيت في روابط كتير جدا ترتبط وتنتهي بالزمالك في كل انحاء العالم. فانا بتمنى لهم كمان كل الخير والبركه والصحه والسعاده والسلام. بنشكرك جدا. شكرا يا كابتن محمود. شكرا على يعني
هذه الفرصة الجميلة اللي بترجعني لذكريات احلى ايام الواحد عاشها فعلا. ربنا يديك الصحة والشكر ليك يا دكتور. جدا وكل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم عليك يا رب وعلى أسرتك الكريمة. تعال دلوقتي نروح مع بعض أنا وأنت لفقرة صورة وتعليق. أول صورة معانا على الشاشة اللي ورا حضرتك عايزين تعليق من حضرتك عليها. كابتن أحمد الأحمر طبعا. كابتن أحمد هو ميسي كرة اليد المصرية ونجم نجوم نادي الزمالك دلوقتي وابننا، وأنا تشرفت إن هو صعد معانا على مستوى الناشئين ولعب معايا ولعيب محترم وأداؤه عالي وعنده روح وقائد بمعنى الكلمة. وأنا كمان تشرفت إن أنا كنت مدير المنتخبات في فترة من الفترات من 2007 ل 2012. كان أحمد الأحمر مثال اللعيب المجتهد المحترم. أتمنى له يا رب كل التوفيق وإن هو يفضل مستمر بصحة وعافية يا رب. إن شاء الله بعد ما يختم مسيرته يتجه بقى للتدريب أو الإدارة ويبقى برضه نجم فيها إن شاء الله يا رب. تعال بقى نروح للصورة اللي بعدها. كابتن أحمد العطار طبعا حبيب قلبي كابتن احمد، هو عشره عمر في كره اليد وزميل غرفه واحده ونجم منتخب العالم ومنتخب مصر. انسان محترم قلبه ابيض جميل معطاء، يعني نتمنى كده. يعني انا بشوف يمكن كابتن حسن القداح نجم الزمالك الجديد هو صوره مصغره من كابتن احمد العطار. ايوه طبعا يا كابتن. نشوف الصورة اللي بعدها. وأنا كابتن حسام غريب كابتني وكابتن نادي الزمالك ليا معاه تاريخ كبير وذكريات، وحصل لي دروبات كتير ويمكن هو كان داعم كبير ليا في كرة اليد. إنسان جميل عنده مسؤولية. يمكن من الحاجات الجميلة اللي ما حدش يعرفها عن حسام غريب، حسام غريب في البطولات المهمة ما بيعرفش ينام. فجمعتني بطولة بينه وبينه في نيجيريا، كل ما أقوم من النوم ألاقيه صاحي. أقول له إيه يا حسام أنت صاحي ليه؟ قال لي نام نام مالكش دعوة نام. بيفضل طول البطولة ما بينامش من كتر التوتر. وكان كابتن الفرقة ما بينامش والله بجد. وعايز أقول لك بعد ما كسبنا البطولة ما بيعملش حاجة إنه إلا ينام. أيوة يقول لي كده خلصت مسؤولية. ويمكن حتى في مباراة الدورة المجمعة الأولى كنت قاعد جنبه في المدرجات وكان متوتر جدا ولغاية ما كسبنا المباراة وبوظ رجلي من كتر الضرب يعني من الشدة. يعني هو ما شاء الله يعني متوتر جدا بس okay. إنسان جميل وأنا اتشرفت إن أنا لعبت معاه يعني. تعال نروح للصورة اللي بعدها. كابتن حسن يسري طبعا ماير كرة اليد، انسان جميل صاحب اشهر ضحكة في نادي الزمالك. انسان جميل وبحبه وحد محترم وتشرفت باللعب معاه فترة طويلة واتمنى له كل التوفيق في حياته يا رب. يا رب والتوفيق طبعا لحضرتك. تعال نشوف الصورة اللي بعدها. كابتن حسين زكي ده كابتن حسين الانتيم بتاع حسن يسري، وانسان جميل ولاعب دولي محترم ومخضرم ساعدت بقى بالعمل معاه وان انا كنت بطلت وبقيت مدير المنتخب وهو كان لسه لعيب، فكان بينا كل احترام متبادل. شخصيه جميله بحبها وبحترمها يعني. طيب خلينا ناخد الصوره كمان اللي بعدها. كابتن حماده الروبي. كابتن حماده الروبي نجم كبير طبعا وحارس مرمى مصر ونادي الزمالك والمدرب العام لنادي الزمالك الان، حد كبير وحارس مرمى تقيل جدا وانسان جميل بحبه وبحترمه واثق في نفسه جدا كحارس مرمى، دايما بيوجه الدفاع بتاعه والهجوم، عنده رؤيه حلوه جميله، حد جميل جدا ومحترم ولينا معاه ذكريات كبيره يعني. طيب كابتن انا كنت متشرفه جدا جدا بوجودك معانا النهارده في برنامج لقاء خاص. انا اللي اتشرفت بيكي وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. مشاهدينا كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، ان شاء الله نشوفكم في حلقه جايه على خير من برنامج لقاء خاص.